هلا والله. هذا النيو 3 150 واط، 150 واط دايمنسيتي 8100 وسوني IMX766 او اي اس مثبت بصري. خلينا نفتح الصندوق ونرى لكم شنو محتويات العلبة. هذا اول ما نفتح الصندوق ايش راح نلقي؟ هذه ريلمي، كذلك هذا ترحيب من ريلمي، خليه على صفحه. شوفوا ياي اول ما نلقي هذا هو الجهاز، هذا النيو 3. شوف تخطيط الالوان الموجود بالجهاز، تحفه الالوان، تقنتها شركه ريلمي بشكل جميل. شوف لي الكاميرات هنا، الشحن. خلينا نشغله ونرجع محتويات العلبة. محتويات العلبة نجي لهذه، نشيلها على صفحة. أول ما نلقي الكيبل الشحن USB تايب سي إلى تايب أي، وهنا عندك هذا هو الحافظ، وهنا عندك هذا 150 واط، هذا واحد من الشواحن القوية هذه شركة ريلمي، والباقي كرتون ما بي أي شيء. هذا بعد ما فعلنا الجهاز، شوف استغلال الحواف بالنسبة للجهاز، شوف التصميم من الظهر، الكاميرات USB Type C، هذا 150 واط، معالجة 8100، عندك سماعة من الأعلى، سماعة من الأسفل، هذا واحد من الأجهزة غريب أو تجربة فلاكشن، لـ 8100 مصنوع بالخمسة نانو. بعد التجربة راح أذكركم شنو مميزاته شنو عيوب هذا الجهاز، واحد من الأجهزة القوية من شركة ريلمي، حاليا سعره أقل من 400 دولار. إذا أي سؤال عندك اذكر لي بالتعليقات، إن شاء الله أجاوب عليك المراجعة الكاملة أو بالتعليقات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. هذا من هو هذا ريلمي نيو 3 من شركة ريلمي. تحياتي لكم.